بالأمس القريب كان لنا تدشين لإشارة تيسير العروري القريب من هنا من ميدان جورج حبش، وذاكرة الناس اليوم عن القسيس عودة مليئة بالمواقف والأفعال الطيبة، فلم يختلف على عطائه أحد. جميع أهالي المدينة يستذكرونه بالرحمة والمحبة، واليوم بلدية رام الله تدشن شارعا باسمه. أدعو السيد رئيس بلدية رام الله بالإنابة السيد سامح عبد المجيد لإلقاء كلمته مشكورا. صباح الخير لكم جميعا، صباح رام الله الجميلة، صباح رام الله صاحبة العهد والوفاء لكل من أعطاها وقدم لها. نقف اليوم أمام هامة كبيرة وعظيمة، نقف اليوم وباسم أهالي مدينة رام الله، صغيرها وكبيرها، رجالها ونساؤها، نرفع قبعاتنا وننحني احتراما لرجل أعطى رام الله ما لم يعطه أحد. نقف اليوم لنستأذن من الأب عود الرمتيسي بأن يسمح لنا بأن يكرمنا، بأن يقبل منا هذه الوقفة المتواضعة وإطلاق اسمه على هذا الشارع الممتد أمامنا. ولعله أقل ما يمكن أن نقدمه لرجل عظيم. في عام 1974 انتزعت منظمة التحرير الفلسطينية قرارا من القمة العربية في الرباط كممثل شرعي ووحيد للشعب العربي الفلسطيني، وإتماما لهذا كان يجب أن يكون كل من يمثل أي شيء فلسطيني حقيقة في الداخل أولا، وفي الداخل ثانيا، وفي الداخل أخيرا. وكانت انتخابات البلديات في عام 76، هذه القائمة التي كان يرأسها الشهيد البطل كريم خلف، هذه القائمة التي رفعت شعار لا للإدارة المدنية، نعم للشعب الفلسطيني يمثل نفسه. كان الأب عودي أحد أركان هذه القائمة، والذي بعد أن تمت محاولة اغتيال كريم خلف تسلم رئاسة بلدية رام الله في عام 1980 حتى عام 1982 بالنيابة. الأب عودي هو الذي أسس بيت الصبيان، والذي كان يحتوي على الأطفال الفقراء والأيتام، فكان أبا للأيتام، وما أحوجنا جميعا لأب مثل عود الرنتيسي في هذه المرحلة. عود الرنتيسي الذي درس وتخرج وعمل لبعض الوقت في الخارج لم يغره شيء، فعاد إلى أرض الوطن كقائد ومناضل ومندفع في لخدمة شعبه ومدينته. يا سيدي الأب، يا سيدي القائد، آمل أن تقبل منا هذا، فنحن أبنائك، نحن على خطاك، نحن لن نستطيع أن نفعل ما فعلته، لا أنت ولا كريم ولا يوسف فرحات ولا كل الذين كانوا معك في القائمة. نذكرهم وننحني لهم، نذكرك وننحني لك، ونقول لك شكرا من كل قلوبنا. شكرا لك أيها الأب العظيم،
شكرا لك أيها القائد العظيم، شكرا لكم والسلام عليكم. شكرا. معنا اليوم آل الرنتيسي وأخوتنا من اللد الحبيبة عميد آل الرنتيسي أبو يعقوب وأهل المرحوم الأسيس عودة. حرصوا أن يكون هذا التدشين يوما لاستعادة الذكريات الجميلة مع أهالي المدينة. أرحب بعائلة الأسيس عودة وأدعو السيدة سوزان الرنتيسي ابنة القسيس عودة إلى إلقاء كلمة العائلة، فلتتفضل مشكورة. أصحاب السيادة، الكهنة الأجلاء، أصحاب السعادة، الإخوة والأخوات، الحضور الكريم فردا فردا مع حفظ الألقاب، أيها الحفل الكريم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بفخر واعتزاز وشرف عظيم ألتقي بكم في هذا اليوم الاستثنائي وهذا المكان المبارك لنكرم شخصا عزيزا له بريق خاص ومميز في هذه المدينة الحبيبة. إنها لحظة ينتظرها كل امرئ أثنى حياته في خدمة وطنه وشعبه روحيا واجتماعيا وسياسيا، وترك وراءه سيرة مشرفة ملؤها المروءة والكرم، المحبة والإيمان. وها هو والد اليوم يحظى في هذه اللحظة رغم بعد وفاته، مؤكدا قول القائل: اصنع الخير لأنه هو الشيء الوحيد الذي لا يموت حين تغيب أنت. وأنت يا أبي رغم غيابك في الجسد تحلق روحك بيننا لتجمعنا من جديد بأعز أصدقائك الذين ألفنا وجوههم ووجودهم في بيتنا، ولطالما اشتقنا لقاءهم. وأراك مرفوعا على الأكتاف رافعا الإنجيل والقرآن مؤكدا وحدة شعبنا كما رفعتما في على المنارة يوم حادثة جنح. عمل والد القس عودة الرنتيسي بإصرار وصمود وعزيمة لا تنثني في مدينة احتضنته كصبي لاجئ بعد أن هجرته والألاف من أهل بلدته اللد قوى الظلم والطغيان عام 48 عام النكبة، محاولا رد القليل لهذا الحضن الدافئ رمى الله. لقد عشق والدي هذه المدينة وصمم أن لا يتركها دون أن يترك بصمة مشرفة من خدمته وعطائه المميزين، فمن منبرها دافع عن حقوق الإنسان عامة للعيش في وطنه كريما مكرما، ونصر الحرية والاستقلال لشعبه الفلسطيني الصامت خاصة. وكانت النتيجة أن ائتمنه سكانها على خدمة بلديتها عندما انتخب نائبا لرئيس البلدية عام 76 وكرئيس بالوكالة بعد محاولة اختيار رفيق دربه الرئيس المرحوم كريم خلف. القس عودة الرنتيسي في السطور. ولد والدي في 21 تشرين ثاني عام 36 في اللد فلسطين، ثم هجر منها إلى رام الله في 12 تموز 48، وفي عام 51 قبل في بيت البنين حيث أنهى فيه دراسته الثانوية. درس في كلية سوانزي للكتاب المقدس في سوانزي ويلز في المملكة المتحدة بين السنوات 55 ل 58، ثم في جامعة أرورا إلينوي في الولايات المتحدة حيث حصل على درجة البكالوريوس في التربية وعلم الاجتماع، ومنها حصل فيما بعد على دكتوراه فخرية عام 93. شغل والدي منصب قسيس مساعد في الكنيسة المشيخية في أرورا وذلك منذ عام 60 وحتى 63، وعند عودته إلى الوطن مع والدتي عام 65 قام بتأسيس البيت الإنجيلي للصبيان في رام الله والذي ضم في حينه 12 صبيا، وأخذ العدد بالإزدياد فيما بعد إلى أن وصل إلى 215 خريجا على مدار السنين. أما في العام 69 فقد صيم كاهنا في ليكون مسؤولا على البيت الإنجيلي والمدرسة الإنجيلية. تعددت جوانب أعمال والدي وعركته الحياة وارتشف من كأسها الكثير. عمل كمعلم في أم
الدرمان في السودان، ومدرسا للغة الإنجليزية في كلية بيرزيت. وازدادت نشاطاته في العديد من المؤسسات الدينية والوطنية كجمعية إنعاش الأسرة والمسرح الوطني الفلسطيني وجمعية الكتاب المقدس ومركز السبيل المسكوني، وكان أحد مؤسسي كلية بيت لحم للكتاب المقدس، وخدم على مجلس إدارتها لسنوات عديدة، كما اعتنى في الجانب الثقافي وقام بتأليف كتاب طوبى لصانعي السلام، والذي عرض فيه سيرة حياته الذاتية، وقد حاز كتابه هذا على جائزة كتاب السنة عام 91، كما وترجم سلسلة كاملة من الكتب المسيحية للأطفال ودروس مدرسة الأحد، ثم قام بكتابة العديد من المقالات الدينية والاجتماعية والثقافية، وشارك في المؤتمرات الوطنية في أنحاء مختلفة من العالم ناقضا رأيه الصريح في الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، فعرض مرارا إلى الاستجواب من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية. وفي 20 من تشرين أول عام 2001 لاقى والدي ربه في المستشفى العربي للرعاية في رام الله. رفع والدي راية الحق وراقب مجتمعه بعين يقظة ليتبين كل ذي حاجة، فأغاث المحتاج ودعم المهمش المظلوم، وأعطى من ثمار محبته للناس، مؤمنا أن العطاء تعبير عن المحبة. وتميز وبشكل خاص في احتوائه لكل يتيم وضعيف، حيث عكس ذلك في تأسيسه للصرح العظيم بيت الصبيان الذي جمع فيه كل من لا منزل لهم، ثم ضمهم وبحنان تحت جناح رعايته، فكان لهم خير أب ومرشد ومعلم، ولم يبخل عليهم بقدراته الجسمانية والعقلية والروحية، مقدما لهم كل ما في وسعه من أجل العيش بكرامة وضمان المستقبل المشرف، مؤمنا وبعمق بكلمات الكتاب المقدس: إن المعطي المسرور يحبه الله، ومغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. ولا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. وكانت رايته التي رفعها عاليا واعتبرها دستورا لحياته ما كتبه الإنجيلي متى: جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. وبذلك لم يبسط يده للأخذ كما لم ولم يخبض عن العطاء، بل خدم من حوله بنية صادقة دون التمييز أو التفرقة على أساس دين أو عرق أو مستوى اجتماعي. فالتأمت جهوده الصادقة ببركة الله وأثمرت، وخريجو هذا المنزل خير مثال لعمله الطيب، إذ رأوا الخير على يديه فنشروه معترفين أن الله قد أعطاهم الراعي الأمين الذي رآهم بالمعرفة والخير وبدل آلامهم بالأمل والمثابرة. تألقت شخصية والدي والذي بتمتعه بروح الدعابة والمرح، فكانت بمثابة السلاح الصامت في تذليل الصعاب التي واجهته، ولازمت الابتسامة وجهه ثم عكسها هو على من حوله. أيقن والدي أن المسيح سيكافئه على ما بذله من جهد في خدمة شعبه، فعمل لوجه الله بحماس ومحبة وفرح، ولكنه اليوم حظي بأن يكرم هنا على الأرض، وذلك بتخليد اسمه بإطلاقه على أحد شوارع رام الله. وهذا ما يرفع من معنوياتي وأسرتي ويشعرنا بإعفانكم بجميل ما قام به من أعمال لم تتلاشى بتدال السنين. تذكركم بإنجازاته واهتمامكم بتكريمه دليل على ذلك، وهذا ما يجعل كلماتي عاجزة لتوفيكم حقكم في الشكر. شكرا لكل من كانت له يد وساهم في هذا التكريم، إن كان بالعمل أو بالحضور والمشاركة. وشكري الخاص والكبير لبلدية رام الله التي لم تنزل تنسى رجالها الخيرين، لقد غمرتمونا بالفضل وأسعدتم قلوبنا، فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم
وأدعو لكم بالتوفيق. جزاكم الله خيرا على ما كنتم به. شكرا. الآباء الأجلاء أيضا أهلا بكم معنا في تدشين شارع القسيس عودة اليوم. واليوم معنا الأب إبراهيم نيروز، أدعوه لإلقاء كلمته فليتفضل. مشكورا. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. السلام لكم أيتها الأخوات أيها الإخوة، وحفظ الألقاب والمسميات، كل الاحترام لكم جميعا. بلد تحب رموزها وتحتفي بهم وتكرمهم هكذا هي بلد تستحق الاحترام، وبلدية تقدم المثال لشعبها بهذا الشكل الذي به قدر واضح من إبراز تراث المدينة وتاريخها العريق من خلال رموزها الوطنية، هي بلدية تعرف عملها جيدا. لذلك اسمحوا لي أن أبدأ كلمتي بشكر لبلدية رام الله التي قامت بهذه اللفتة الجميلة، وهي لفتة حقيقة واضحة وجلية في شوارع رام الله وفي ميادينها، إذ تكرم هذه المدينة رموزها الوطنية الذين هم جزء لا يتجزأ من تاريخ هذه المدينة. أقف اليوم لأتذكر سنين طويلة خلت منذ أن بدأ الوعي يظهر لدي وأنا أرى هذا العظيم القس عودة رنتيسي يسير إلى جانبي كما سار إلى جانب الكثيرين. أذكره يوم ترجل من سيارته البيضاء على دوار المنارة ليحيينا نحن شباب وشابات سرية رام الله الأولى، عندما قمنا بتنظيف المدينة بعد أن توقف عمل البلدية بسبب احتلالها من قبل قادة الاحتلال، ورفض وقتها الناس التعامل معها، فقمنا شباب وشابات سرية رام الله بتنظيف البلد، وكنا نتابع هذا الكلام يوميا لتنظيف شوارع هذه المدينة. فأتى إلينا مشجعا وساندا. كان القس عودة رنتيسي وقتها رئيسا للبلدية بالإنابة بعد أن قام المستوطنون بوضع عبوة ناسفة في سيارة رئيس البلدية أنذاك المحامي كريم خلف، وكان وقتها في كريم خلف في رحلة للعلاج، فتسلم القس عودة رنتيسي رئاسة البلدية في غيابه، وكان حقيقة يمثل رئاسة البلدية كما قال أحد أصدقائه إنه كان يقود البلدية بقلبه لا بعقله. أراه على ميدان الساعة المعروف اليوم بميدان الشهيد ياسر عرفات، وقد ذكرت سوزي هذه الحادثة، أذكرها جيدا. كنت صغيرا، حمل الصليب بيد والقرآن الكريم بيده الأخرى، وقف على سيارة ليعلن على الملأ تمسكه وتمسك المدينة بالوحدة الوطنية، وإننا هكذا تربينا وهكذا نمارس حياتنا المشتركة في هذه المدينة. هذا كان في الثمانينيات في البداية. كانت الأوضاع صعبة وكانت تحتاج إلى رئيس بلدية حكيم، ومن هنا أقول كان يقود الكنيسة كان يقود المدينة بقلبه. كان بقلبه حقيقة، لأنه أدرك ما هي اللغة التي يفهمها شعبنا، إنها لغة الوحدة الوطنية. أراه في جنازة الشهيد جورج تيودوري التي صارت في شوارع المدينة معلنا غضبه من الاحتلال الذي يقود أبنانا. أراه في بيته الذي لم يكن يخلو أبدا من الضيوف، وأن كل وجبة طعام له ولأسرته كان يجلس عليها ضيف أو أكثر وبشكل مستمر. هذا الرجل الذي أثبت قطعا أن التزامه الديني لا يتعارض أبدا مع التزامه الوطني، خاصة عندما قالها صارخة لضيوفه من كل الجنسيات التي كانت تحرص على زيارته. أذكر يوم قال لوزير خارجية بريطانيا أثناء الانتفاضة الأولى، أنا نسيت اسمه المزبوط، قال
لا تحاول أن تقنعنا أنك أتيت لتساعد في إيجاد حلاً لمشكلة الصراع في بلادنا. أنتم من كان السبب بها. عودوا إلى أصل المشكلة وحلوها من عندكم. هذا قاله الأسيس عودي لوزير خارجية بريطانيا بالانتفاضة الأولى عندما أتى إليه. أذكره وهو يقف بجانب أبي رحمه الله الذي كان صديق طفولته. كان مشجعا مساندا معززا للكثيرين. أراه دائما بجانب المعوزين، بجانب الجرحى، بجانب كل إنسان يذرف الدمع. كانت يده جاهزة لمسح الدمعة من عيون المتألم. أذكره معتزا ومفتخرا بمسقط رأسه مدينة اللد التي هجر منها قصرا. موته أيها الأحباء كان خسارة وطنية وكنسية وإنسانية كبيرة. فهو الذي أسس وخدم وعمل في حقل رعاية الأيتام والفقراء وأبناء الشهداء. كان يسهر وزوجته الليالي كي ينام الأيتام آمنين سالمين. بورك ذكرك أيها العظيم القس عودرنتيسي. بورك تراثك الإنساني، وبوركت الجهود التي أحيت حضورك بتسمية هذا الشارع باسمك. سلام لكم جميعا ودمتم. شكرا أبونا. بدي أذكر كمان أنه في عندنا كتاب بحب عائلة المرحوم الأسيس عودة، أنه تكتبوا فيه ذكرياتكم مع الأسيس أو تكتبوا فيه أي كلمة بتحبوها. بدي أدعو الجميع كمان بعد حفلة التدشين لريسبشن في البيت الإنجيلي مقابل مدرسة الإنجيلية بعد التدشين مباشرة. أما هلأ بدي أدعو الجميع عشان نرفع الكوفية عن اللوحة تسمية الشارع بشارع القسيس عودة الرنتيسي. تفضلوا. عفوا، لو كان بيننا الأب عودي لطلب منا بعد أن ننتهي من مراسيم هذا الاحتفال أن نذهب إلى خيمة الأسرى، فهو الأكثر كان تعاطفا معهم. أبونا الياس، أبونا إبراهيم، يلا هنا. بعد رفع الكوفية بدنا نعمل صورة جماعية لو سمحتوا، خلينا نوقف صفين. اللي مرقوا مش بنته، مرقوا. صفين فوق وتحت عشان ناخذ صورة جماعية لو سمحتوا، على الرصيف وعلى الشارع. طبعا شكرا لحضور الجميع، الأصدقاء، الأسيس عودة، أهله، شكرا لكل الموجودين معنا اليوم. صورة جماعية لكل حضور.
تفضلوا. دعوة عامة تفضلوا. تفضلوا جميعا. جيم ابو محمد ابو فرح محمد ابو لبع لحظه ابو محمد محمد يا جماعة عطونا بس حاجة نصور الحمل الجديد لو سمحت. جيمس انت هيك عم تقرب التصوير. جيمس انا بصور الصورة. يلا هون هون.